السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث. اليوم إن شاء الله نقدم التوتوريال الخاص باللكتشر 2 اللي هي تكملة البداية مع الديجيتال كوميونيكيشن. على بركة الله نبدأ بالسيكونس مع الأسئلة. هنا اللي موجودات 8 أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. أنا هنا موجودة بس الحلول، الأسئلة موجودة عندكم باللكتشر إن شاء الله. فبالنسبة للسؤال الأول، هنا هو الموضوع متعلق بالبي سي ام البولس كود موديليشن والأذر أنالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هي الدلتا موديليشن والدي بي سي ام، وكذلك البيس باند ترانسميشن اللي هي اللاين كودينج مثل اليوني بولر والباي بولر وكذلك. السؤال الاول منطين هنا داتا ريت ماتشر، هاي يعني سرعة نقل بيانات لقناة معينة اللي هي 36,000 بت بالثانية. ال L مطلوبة، ال F ال N مطلوبة. ال L عدد ال levels مال الكوانتايزيشن، ال N number of bit لكل سامبل، وكذلك مطلوب من عندي ال F S. وش منطيني بعد معلومة أخرى؟ منطيني أكبر تردد موجود بالإشارة اللي هو 3.2 كيلو هرتز. تطبيق مباشر، الخطوة الأولى أجد الـ FS. الـ FS هو أكبر أو يساوي ضعف تردد الأكبر تردد موجود. فأكبر تردد موجود عندي ضربة في 2 يطلع الناتج اللي هو 6400 سامبل أو 6.4 كيلو سامبل بالسكند. بالنسبة للمطلب الثاني، من قانون الديتا ريت اللي هو يساوي عدد البتات في السامبلينج فريكوانسي، نقدر نطلع عدد البت بعكس المعادلة اللي هو هنا يطلع الديتا ريت على سامبل ريت اللي هنا يطلع عدد صحيح وبعشر. فلازم يكون عدد صحيح عدد البتات، فهنا اخذنا اللور هو يطلع 5.6، اخذنا 5. عدد الليفلز اللي هو 2 to power n، بما انه الان 5، 2 to power 5 32 ليفلز. اذن المطالب هذا السؤال اف اس تساوي 6.4 كيلو هرتز، ان تساوي 5 بتس، ال تساوي 30 ليفلز. كل هذه مطلوبات والقوانين موجودة باللكتشرز. ننتقل إلى السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 كذلك متعلق بموضوع البي سي ام والكوانتايزيشن. بهذا السؤال منطي إشارة أنالوج، هذه الإشارة quantized using BCM. If each sample at the receiving end of the system must be within plus minus 0.5% of the peak. يعني هنا المقصود أنه يعني المينيموم فاليو ما السامبل اللي راح يجي بالريسيفر هي 0.5%.
فهذا الرقم اللي هو 0.5 على 100 يساوي 0.005. هذه القيمة من أكبر قيمة هي اللي راح تستقبل. فهذه بالحل يعني هذا هنا الحل يقول ال 2 MP، فرض ال 2 MP هي peak to peak value of the signal، يعني هاي إشارة هاي هنا MP 2 MP اللي هي the peak error اللي هو هذا الرقم أو ال received اللي هو مضروب هذا حاصل الرقم في هذه البيك، يعني 0.005 في الام بيك، يعني هاي اللي حتستقبل بال الريسيفر، وتساوي في التو ام بيك في البيك تو بيك، وتساوي 0.01 MP. البيك تو بيك ايرور يعني اذا كانت هذه اللي استقبلتها الدلتا، ف التو دلتا او البيك تو بيك من السامبلز اللي يضعف هذه القيمة، وتساوي بما انه هي بوينت او وان تساوي بوينت او تو في الامبيك، يعني كلها طلعت بدلالة الامبيك. انا عندي قانون، يعني هو هنا بس نريد نوصل للإيرور. قانون شو يقول؟ يقول L تساوي 2 MP، يعني البيك تو بيك المتوفرة الرينج مع الإشارة اللي هو هذا، على ايش قد راح اقسمه من دلتا من ستيب سايز، راح يطلع عدد الليفلات. كل ما تصغر الدلتا راح يزيد عدد الليفل ويقل كوانتايزيشن ايرور، ولكن تزيد الباندويث، فهي العلاقة عكسية. يعني هذا الرينج ايش قد كل ما اقطع الى قطع صغيرة يكون افضل، ولكن العبء باندويث اكثر اللي هو مرتبط بعدد بت اكثر. يعني اذا قطعت نفرض 8 ليفلز احتاج 3 بت، 16 احتاج 4، وكذلك نشوف عدد الان اللي هو يزداد قصيا مع عدد الليفلز. فالدلتا بهذا السؤال طلعت هذا الرقم، والتو ام بيك طلعتها بدلالتها، فمجرد بس اختصار وحل راح تطلع هنا ال L طلعت 100. هو هنا مثل ما قلنا بالسؤال السابق لازم يطلع عدد صحيح للنمبر اوف بت، فلازم يكون من مضاعفات 2 to power n اللي 4 8 16، وكذلك المية احولها الى next number من مضاعفات 2 to power n اللي هو اخذ 128، فاخذ log 2 log 2 128 اللي هو 7 بت احتاج للحصول على 100 level. هذا بما يتعلق بالسؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث منطين 24 إشارة، هنا موضوع TDM يعني دمج إشارات بالتايم مثل ما أخذنا بالتوتوريال السابق، بس كان بالبلس ترانسميشن
ولكن هنا بالبيت ترانسميشن او بالاشياء. بالنسبة للسؤال الثالث، عدد الاشارات عندي 24 ومنطيني عدد الليفلز 256 وده يريد الترانسميشن باندويث ومنطيني اكبر تردد موجود بالاشارة اللي هو 4 كيلو. فالمينيمم باندويث اللي هي للبي سي ام الواحد هي ان بالاف ماكس، هاي المينيمم. بما انه عندي اكثر من اشارة فهذا مجرد فقط يضرب في عدد الاشارات، بهاي الحالة عدد الاشارات 24. عدد البت استخرجته مثل السؤال السابق ان اللي هي مساوية لوك 2 لعدد الليفلز اللي هي 256 اللي يولد هذا الرقم هو 8 بتس. ف تطبيق مباشر ان في الان كابيتال في الباندويث، فهذه هي هذا بالنسبة للسؤال رقم 4 3 للعفو. السؤال الرابع اللي هو تابع للدلتا موديليشن. الدلتا موديليشن هي طريقة هي طريقة تحويل analog for digital signals، ولكن تقنية الغرض منها لتقليل الباندويث اللي تعتمد على ارسال الفرق بين السامبل والسامبل اللاحق. يعني اذا كان هذا السامبل الاول هنا عندي بلاس ماينس دلتا، فيوجد تخمين للسامبل اللاحق من السامبل السابق انتجريتا. يعني هنا بيناتهم عملية طرح، عفوا بلس ماينس. هنا الايرور، هنا الاشارة الاف اوف تي، هنا الاف اوف تي، هاي. فيعني بما انه اني دا اسوي كوانتايزيشن للفرق، فدائما الفرق يكون قليل فراح يكون عدد الليفلز اقل، بما انه عدد الليفلز اقل عدد البت اقل وكذلك. فهذا هو مناسب لإشارة صوت speech اللي هو صوت الإنسان، وجدت فيه صفات ممكن نستخدم هيك موديل. نرجع لسؤالنا، سؤالنا يقول احسب لي الـ SNR بالـ output من دلتا موديليشن اللي هي ترددها 1 كيلو هرتز إشارة جيبية ومطين الـ sampling frequency اللي هو 32 without slope overload. ما زال منطيني هذا هذه المعلومة، فباللكتشرات اللي هو signal to quantization noise إلى قانون تطبيق مباشر اللي هو هذا، يتكون من ال FS sampling frequency هنا 8 باي to power 2 والاف ام اللي هو تردد الاشارة الواحد كيلو، وكذلك الباندويث
أيضا معطاد اللي هي 4 كيلو، مجرد تطبيق مباشر تطلع هذه القيم باللينير والأخرى بالديب. فيعني تطبيق مباشر، ما بشيء معقد، فقط نرتب المعطيات حسب هذا القانون. هذا أيضا موجود باللكتشرز، لكتشر نمبر 2. بالنسبة للسؤال الخامس اللي هو أيضا متعلق بموضوع الدلتا موديليشن، اللي هو قلنا نوع من الديجيتايزيشن تكنيك بعد البي سي ام. فبهذا السؤال الخامس منطيني ايضا اشارة ساينسويدال او سينجل تون، مثل ما يقول سينجل تون اللي هي هنا سبيشال كيس، واحد قوانينها هو هذا يطلع الاس ان ار. بهذه الحالة رايد الستيب سايز اللي ما تسوي لي سلوب اوفر لود. احنا مثل ما قلنا بالدلتا موديليشن اني راح ارسل الفرق، كل ما يكون الاشارات متقاربة حيكون الفرق بيناتهم قليل، يعني مثل 5 واني خمنتها بصورة صحيحة، خمنتها 4.9، فراح ارسل فقط البوينت واحد. هذا البوينت واحد يحتاج كلش عدد قليل من البتات، ولكن في بعض الاحيان يكون التخمين نن لينير. فمثل موجود عندنا بالصورة مال اللي الصورة بالمحاضرات، يعني أنا إذا كانت هذه الإشارة ودا أبنيها بصورة، فهنا يعني ماكو مشاكل، ولكن هنا أصبح فرق. هذا سحول سلوب أوفرلودينج، وهذا بقانون بي شلون أختار المينيمم دلتا اللي هي تتجنب لي هذه البروبلم. ف مثل ما قلنا هنا هي هذه الإشارة الابروكسيميتد، يعني اللي هي اني عدت بنائها للإشارة الجديدة، وهذه إشارة ماتي. ومثل ما قلنا هذا الفرق هنا ما جاب الإشارة، ما خمن الإشارة بصورة صحيحة، لذلك أصبحت هذه المشكلة، أصبح تباعد يعني. فهذا بقانون لازم شلون أصمم السيستم طريقة جنب هذه المشاكل. فمن ضمن المواصفات أكو مينيموم دلتا، أقل من هذا المستوى راح ترجع هاي البروبلم، وهذه إلها قانون أيضا للسينجل تون اللي هو جاي من 2 باي، وهذا خاصة بالسبيتش سيجنال في التردد مالتها في البيك مالتها على الاف اس. فأيضا تطبيق مباشر لهذا السؤال، منطين البيك 1 ومنطين التردد 800 والاف اس 400، فراح أجد أقل دلتا without سلوب اوفرلود اللي هي 1.256 فولت. الان ننتقل للسؤال السادس. السؤال السادس منطيني 4 اشارات، F1 F2 F3 F4. F1 منطيني الباندوث مالتها 3.6 كيلو هرتز. الإشارات الباقية اللي هي من F2 للF4 اللي هم 3، الباندوث مالتها 1.2 كيلو هرتز. المطلب الأول طالب من عندي
شنو السامبلينج فريكوينسي او النكوست ريت مال كل اشاره. فمن هذا الجدول شوفوا امامكم كل اشاره ام1 ام2 ام3 ام4 هنا الباندوث مالتها او الاف ماكس، يعني احنا من قلنا الباند ليميتد شلون ما حكينا بالتوتوريال السابق، اشاره محدده اذا الباندوث مالتها هنا هذا الاف ام، هنا الايمج مالتها، فاذا الاشاره اعظم تردد بها باند ليميتد ات ذس فريكوانسي وراء زيرو، او نقدر نسميها فكل اشاره من ذولي هذا مالتها. فاحنا عرفنا نكوست ريت ناخذها 2 اف ام، فبالنسبه للاولى يطلع ضعف ال 3.6 اللي هو 7.2، وكذلك الاخريات الام 2 الى الام 4 هم مشابهين، اللي هو يطلع ضعف ال 1.2 اللي هو 2.4. بالنسبة للمطلب الآخر يريد من عندي ما زال اكو ملتبلكسينج، لازم اكو سويتش يفترع الإشارات، فسرعة هذا السويتش تكون لازم ما تضيع سامبل خلال الترانسميشن. فاحنا قلنا اذا الاشارات كانت ايدنتيكال، مثل لو كان ما منطيني فقط يعني مثل يعني لو كانت 3 اشارات اللي من الام 2 للام 4 ما زالوا الناكوست ريت مالتهم مش شابهه، فاقدر اخذ اضرب عددهم في الناكوست راح تطلع سرعه السويتش هذا الكوميتيتر او السامبلر الاساسي بالشانل، بس ما زالوا مختلفين لازم اخذ مجموعهم. فسرعه السويتش او سرعه الكومتيتر اللي هي مجموع الناكوست ريت مالتها فراح يعني اقول السامبلينج مال سامبلر سبيد تساوي اذا كانت ايدنتيكال ان في الاف اس، او اذا كانت غير متشابهه نقدر نقول سميشن اوف الاف اس، بما انه نعتبرها غير متشابهه او ناخذ دول المتشابهين 3 في 2.4 زائد 7.2 اللي يطلع 14.4 كيلو سامبل بالسكن، سرعة هذا السويتش بحيث يغطي الإشارات، كأنما دا أسوي سامبلينج للسامبلات اللي قادمة. المطلب سي يقول اذا الاوتبوت مال هذا الكوميتيتر منطيني عدد الليفلز مالته، منطى عدد الليفلز مالته ال L تساوي 2.4 اللي هو 1024، فمن هذا المعطى ال L اقدر اطلع ال N اللي تساوي log 2 ل 1024 واللي هي 10، يريد الداتا ريت مال اوتبوت الار بي. احنا قلنا الار بي تساوي ان اف اس، بس هنا الاف اس التوتال اللي هي سرعة السويتش لان عندي عدة اشارات، فالان 10 الاف اس موجود هذا ضرب مباشر يطلع
144 كيلو بت هنا، مو كيلو سامبل، لان رمزت كل سامبل ببت معين. يعني الاوتبوت هنا صار عبارة عن باينري، باينري لكل قيمة. يعني كل اوتبوت هو 10 بتات لكل سامبل، مثل سامبل او سامبل ثاني. فالسيستم ده يطلع ريت، من البتس. كل سامبل مرمز بكود معين، يعني لازم تنتبهون على هذه الحالة. هنا الاوتبوت باينري، اوتبوت، يعني تحولت البيانات من انالوج الى بيانات رقمية، وهذه بعدين نتعامل وياها، نخزنها، نرسلها عبر موجات كهرومغناطيسية حسب ال... بس هو الاوتبوت ماله باينري سيكونس، تحولت الى سيل من التدفق من البيانات الرقمية بسرعة معينة. هذه السرعة اللي احنا عندنا نسميها الـ RP. المطلب الاخير طالب الباندوث، ما زال عندي داتا ريت، اذا اكو لازم تشانل مصممة بباندوث معينة تتحمل هالسرعة. وبدون ما تصير اخطاء. فهذا المطلب استخدم انه ايضا ممكن المينيمم باندويث لارسال داتا ريت معينة هي نصف. فمثل ما قلنا نصف الاف اس، الاف اس الكلي مو الاف اس مال ايتش وان. فمثل ما حسبنا الاف اس بالبداية هو حاصل جمعهم لانهم مو ايدنتيكال من هاي العلاقة، نصف هذا الرقم، يعني اللي هو طلع نصف ال 14.4 يطلع 7.2 كيلو هرتز، هاي باندويث لهذا السيستم. السؤال رقم 7 منطيني هنا متعلق باللاين كودينج، اللي هو البيس باند ترانسميشن باستخدام اللاين كودينج، اللي هي اشارات لتمثيل الباينري داتا، اللي هي 0 وال1 راح تتمثل بسيكونس معين. هذا السيكونس بمواصفات، كل سيكونس يختلف على الاخر من حيث الباور والباندويث، مثل اليوني بولر، باي بولر، هذول بيهم ريتيرن تو زيرو، نانو ريتيرن تو زيرو، عندي المانشستر كود، وكذلك كل كود بمواصفات معينة وصمم من أجل شيء معين. فهذا بكل بساطة هيجي أسئلة، أخلي السيكونس المطلوب إرساله. بهذا الحالة السيكونس مالي 5 واحدات 0 5 واحدات، وهنا اخلي النوع اللي المطلوب من عندي. هسه بهاي الحالة يونيبولر، ريتيرن تو زيرو، هاي الحالة باي بولر، نن ريتيرن تو زيرو، والاخير المانشستر. فكل واحد مثل ما موجود بالمحاضرة شلون يتمثل اليونيبولر اللي هو بين الـ A والزيرو، الباي بولر A ماينس A، بما انه نن ريتيرن تو زيرو يعني البت الواحد ما راح يصير بيه صعد او نزل. المانشستر هو ثابت، الواحد يتمثل بهذا اللي هو هيجي، وكذلك يستمر. هذا هنا الادفانتج مالته ما بي دي سي فاليو، يعني ما بي ويستد بالباور، وكذلك يستمر لحد ما يجين الزيرو اللي راح يصير بي تبديل. يعني هذا الواحد الاول، هذا الواحد الثاني، الثالث،
رابع لحد ما يجيني زيرو اللي هو متمثل صاعدة ونازلة، وكذلك يجي الواحد الآخر النصف الثاني، يعني تطبيق مباشر لا أكثر. السؤال الثامن هنا متعلق أيضا باللاين كودينج باليونيبولر والبايبولار، يريد ال منطيني إشارة، منطيني موديليتنج سيجنال، يعني إشارة مؤمنة، وهاي الإشارة منطيني الباندوث مالتها 4 كيلو هرتز، منطيني السامبلينج اللي قطعت بيه النيكويست ريت، ومنطيني عدد اللافولز، ومنطيني النويز سبكترال دينسيتي مال الشانل. هذا مثل ما اخذنا بالكورس الاول بموضوع الكوميونيكيشن سيستم، لما نحسب النويز اللي هي هنا يمثل النويز بكل هرتز، يعني شلون النويز حيضاف لكل هرتز، منطيني اللي هو بالواط لكل هرتز، وهنا منطيني الريسيفد انرجي اللي هي بالجو، يعني بالريسيفر، يعني لو مثل الإشارة هذا تي اكس مر بشانل، الشانل مواصفاتها تضيف نويز بهالشكل اللي هو 6.25 × 10⁻³ وات لو كلها، وهذه الريسيفت هيك اريد تتصورون، يعني ماكو يعني قيمة اعتباطية، يعني احول هذه القيم الى سيستم واتعامل وياه، ومنطيني البيك مال مش اشارة، ومنطيني الافرج باور مالتها واحد واحد بواحد. فالمطلب الاول يريد ترانسميشن باندوث، بما انه بي سي ام مينيمم ترانسميشن باندوث اللي هي قلنا نصف عدد البتات في أكبر تردد، عدد البتات منين أجيبه أني؟ منطيني number of levels، قلنا log 2 لهذا الرقم 256 راح يعطيني 8 بت، نصف في 8 في أكبر تردد اللي هو هاي band limited channel، طلعت عندي الباندوث مال بي سي ام هي هذا، مو مال الإشارة ما بعد ال هاي احكي هاي الباندويث مال انالوج، الاشاره انالوج، هاي الباندويث مال الاشاره ديجيتال. المطلب بي يريد السيجنال تو كوانتايزيشن نويز، هذا قانون ثابت موجود اللي هو 3 في ال ال تربيع عدد الليفل في الافرج باور على البيك كلهم تربيع، بما انهم متساويين واحد بواحد ف حيبقى عندي بس هذا الترم من المعادلة. تطبيق مباشر، تربيع عدد ال راح يطلع هذا الرقم بالديبي، هو باللينير وتحوله الديبي على مود يكتب صورة. ما اريد الاس ان ار، الاس ان ار تختلف على السيجنال تو كوانتايزيشن نويز. هنا خلال الكوانتايزيشن قلنا الكوانتايزيشن هي عملية تقريبية، يعني اني هذه الاشارة راح امثلها، قلنا اخذنا سوينا لها سامبلينج، بعد السامبلينج راح نسوي كوانتايزيشن، راح نطلع لكل سامبل قيمة، وهذه القيمة المفروض تصير قيمة صحيحة على مود ترمز بعدد بتات معين، يعني راح ابدي بدلتا وكذلك يعني نرسمها بصورة أفضل، يعني أنا راح أنطي لهذا السامبل قيمة، بس هي القيمة هاي تقريبية مو قيمتها الصحيحة، وكذلك يعني هنا
هذا بالنسبة لكوانتايزيشن هم بي أنواع، بي لينير ولا لينير. فنمشي على لينير، يعني أكو فد دلتا وتصعد هنا دلتا. فأني ما انطيت القيمة، انطيت قيمة مقاربة لهاي القيمة، قيمة صحيحة. فعملية إعطاء القيمة الصحيحة راح يولد إرر، لأن يعني أنا ما راح مثلا أقول إذا هي كانت القيمة 2.4 أني أخذتها بس 2. يعني أكو فد نويز راح ينملي بهذا السبيس، يعني هي عملية تكميمية مو عملية صحيحة. قلنا كل ما تزيد عدد الليفلز يعني راح تتقارب، من تتقارب الدلتا يعني لو كانت هيك ناعمة فالإشارة راح تكون أقرب للإشارة الأنالوج، بس تحتاج ليفلز أكثر، تحتاج نمبر أوف بت أكثر، تحتاج باندوث أكثر. هذا بما يخص الكوانتايزيشن نويز. بالنسبة لإس إن آر، إس إن آر يختلف تماما، اللي هو يمثل النسبة ما بين السيجنال باور للنويز باور، وهاي تعتمد كقيمة باراميتر أساسي بالكوميونيكيشن، اللي يعتمد عليه الكاباسيتي مثل ما ذكرنا، اللي هي أو الشانل ريت. الكاباسيتي تساوي بي في اللوب 2 اوف 1 زائد اس ان ار، اللي هاي احنا نسميها شانل كاباسيتي. تعتمد على الباندويث، تعتمد على كل ما تكون الباور مال الإشارة عالي إذن ممكن أستلم الإشارة بريت معين مع إرر قليل. فما أطول عليكم، هو السيجنال باور للنويز باور، كل ما يزيد النويز راح يأثر على الإشارة، يكبرها ويصغرها بصورة ضوضائية. يعني مثل يصغر الإشارة بوقت اللي هي المفروض تكون قيمتها عالية، فراح يسوي ايرور بالديتكشن. فالسيجنال باور منين جاية؟ احنا اني منطيني انيرجي مالتها على التايم، واحد على التايم هو الداتا ريت، يعني احنا قلنا الداتا ريت هي معكوس التايم. النويز باور منين جاي؟ النويز باور جاي من النويز سبكترال دينسيتي في الباندويث، بما انه يعني باور على هرتز راح تنضرب في هرتز، فيروح الهرتز تبقى بس الباور. فهذني كل الموجودات، الانيرجي موجودة، الداتا ريت موجودة، وهذا موجود، والباندويت كذلك موجود. تطبيق مباشر تطلع على اس ان ار هذه القيمة 1.6 يونت ليس، لانها باور تو باور، وات تو وات، فتطلع بدون وحدات. المطلب الاخر اللي يريد البروبابيلتي اوف ايرور، قلنا احنا كل ما تزيد البروبابيلتي، كل ما تزيد الاس ان ار البروبابيلتي اوف ايرور تقل، يعني الاشاره قويه الديتكشن مالها، يعني الاشاره جايه بملامحها الاساسيه. وهذا ايضا معتمد على السيجنال باور والنويز باور اللي هي بالشانل. فبالنسبه لليونيبولر البروبابيلتي اوف ايرور هي كيو فانكشن مال تحت الدور اس ان ار على 2. هذه القيم معطاه بالتيبل اللي هو مثل ما تشوفوا، هذا التيبل خاص بالبروبابيلتي اوف ايرور. فبهذه الحاله انا عندي الاس ان ار لازم اجذرها، اجذر القيمه اللي طلعت، واقسمها على 2 راح تطلع لي، واروح للجدول اشوف ايش قد طلع. ف يعني اذا نستخدم يعني الاولى لازم الجذر مالها نطلع ونقسمها على 2 ونروح للتيبل. التيبل شلون نستخدمه؟ مثل لو كانت القيمة مثل 0.8، اجي الاكس 1.8، او اذا الرقم ما موجود اشوف اقرب رقم اليه، مثل هنا 0.8 بالصدفة موجود، فاشوف القيمة اللي تناسبه هاي البروبابيلتي اوف ايرور مال 0.8 وكذا. هنا اني بجاذرها، يعني تعمدت استخدم هذا الرقم على مود يطلع من الـ
الجدول. فبالنسبة لليونيبولر طلع هيجي. المطلب الآخر طالب الاس ان ار بالبايبولر. الاس ان ار بالبايبولر هي ضعف الاس ان ار باليونيبولر، لأن الباور هي ضعف. احنا مثل ما قلنا البايبولر هيش دا يمثل الإشارة، يعني إذا كانت عندي 1 وهذا 0، فدائما باور تنحسب للوان وللزيرو. ولكن اليونيبولر هيش دا يمثل، إذا كان هذا اي هنا ماينس اي، فهي بها باور ضعف. يعني إذا كان هذا اي تربيع على 2، هنا بها اي تربيع، لأن هي جاية من 2a، هذا الأول وهذا الثاني. وكذلك تحت ال Q function مالتها أفضل، لأن ال distance بها عالي، يعني ال threshold مالتها 0 هنا، ال threshold مالتها a على 2. فهذا ال probability of error. هو طالب ال S and R وطالب البروبابيلتي اوف ايرور. فالاس ان ار ضعف اللي هي 3.2، والكيو اوف ال جذر الاس ان ار اللي هي 3.2 هاي. اذا تجذرها يطلع لك رقم، تدور على الرقم الاقرب من عنده. بس انا هنا ما جذرتها، طلع الأرقام، بس هو الصح لازم نجذرها ونطلع الرقم مالتها. هذا كل ما يتعلق بالتوتوريال الخاص باللكتشر 2. أي سؤال أي استفسار ممكن تسأل بالجروب، إن شاء الله أجاوبكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح الدائم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.